نبني المعرفة، نفس المعرفة اللي احنا بنتعلمها بالجامعات حتى نطورها ونطور قدراتنا فيها. شكرا. شكرا. عمر العرايشي، مظبوط الاسم؟ اوكي. الله يعطيك العافية سمو الكير، الله يعطيك العافية. سمو سؤالي حول موقع الدين في مجتمع المعرفة. والسؤال هل يمكن قد يعطل مجتمع المعرفة؟ والسؤال الثاني إذا سمحت لي بخصوص ما رأيك من قولة المجتمعات التي لا تستغفر المعرفة وتنقص ظروفها، هل تحكم على نفسها بالبقاء خارج التاريخ؟ وشكرا. شكرا. سمو الأمير، بتحب تجاوب على هالأسئلة لحد الآن؟ لو سمحتوا لي بداية المؤلف بن هداد، أقول إن التقنية لها دور أساسي في بناء المجتمعات، ولكن وليان ميزوا بين التقانة وبين العلوم. إحنا هنا عم نتحدث عن الانتقال لمجتمع المعرفة، وللي ما سمعني في الصباح رح أؤكد مرة ثانية، وللي سمعوني كذلك، إنه منذ السبعينات وأول لقاء لنقل التكنولوجيا بين القارات النامية عقد في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس. من السبعينات للثمانينات للتسعينات انتقل العالم من التقانة إلى المعلومة معلوماتية. نحن في الأردن أتحدث أول مين فريم كمبيوتر 1971 للجمعية العلمية، والثاني للجامعة لبنك شومان لمؤسسة شومان. وأول لقاء لنايل عربي في هذا الزمن مع شركة اي بي ام والمشرفين عليها كان في عهد فيصل الثاني رحمه الله في العراق في مطلع الخمسينات. فاللي بدي اقوله ان استيراد المعدات ليس كافيا، لابد حقيقه من توظيفها لخدمه القواسم المشتركه او المشتركات الاردنيه مثلا او المشتركات العربيه. حدثوا اليوم عن جلوبال كومنز، مشتركات عالمية كونية، ريجنال كومنز مشتركات إقليمية. مثلا إذا نتحدث عن المياه والطاقة فمن المفروض أن تكون مشتركات إقليمية وليست محصورة على من يستخرج النفط أو من لديه على هذه اليابسة اليسير من الماء. لابد من التكامل بين الماء والطاقة والإنسان بحيث نتحدث عن القدرة التحملية للإقليم أو للبعد الجوي في المحافظات. كانت بالمناسبة في الأردن 8 محافظات، الآن أصبحنا 12 محافظة. وعندما نتحدث عن المشتركات لا تستطيع أن تفصل بين محافظة وأخرى. أما فيما يتعلق في سؤالك الثمين، أقول أن الدور الحضاري في تفعيل التقانة هو أن ننتقل إلى المثلث اللي أحب أني أشارك إخوتي وأبنائي وبناتي فيه، وهو استخراج المعلومة، تحليل المعلومة، وتعدين المعلومة. حينئذ ننتقل من المعلومة الرقمية إلى المعلوماتية إلى المعرفة. حينئذ سنكون انتقلنا إلى مجتمع المعرفة. مشكلتنا الأساسية والتحدي الكبير الذي يتولاه الآن في هذا البلد دائرة الإحصاءات، ولكن ليس بمفردها. نتحدث عن إحصاء عام للدولة عام 2014، ليست بمفردها الدائرة المذكورة، لأنهم يتحدثوا عن البعد الإنساني البشري ليس الرقمي. ولذلك يضاف لهم مركز إدارة الموارد البشرية. لو تتذكروا استحدثنا المركز في
المدينة العلمية إلى جوار وزارة التعليم العالي وما إلى ذلك، لكي يكون هنالك تكامل في جمع المعلومة المعرفية اليوم في ثلاث أبواب: الإنسان والمكان، مركز الجغرافي، الجيولوجيا، مكعب جي من أردتم الجيولوجيا اللي هي ما في باطن الأرض، الجيوفيزياء اللي هي الطبقات السطحية ونوعية التربة، والجغرافيا اللي هي بطبيعة الحال المساحة وتخصيص الأراضي لما هو مطلوب منها إنمائيا. فأقول إن الثقافة ليست حضارية إذا كانت دخيلة، إذا كانت جزئية، ولكننا تحدثنا عن الثقافة على صعيد الوطن وعلي ذلك الوطن العربي في يوم من الأيام، لابد من صورة من صور التكامل أو الاستقلال المتكافل. أنت بدك تستقل باسمك عجلون ولا في كمبس ولا في كربة الوهابنا ولا في أبصابين، فإن دي عبالك تستقل لأنه الدنيا ما بتتوقف إلا عندي، هذا حقا. ولكن في آن ما عم بدك تفكر في المجموع، والمجموع هذه الجوامع أو هذه المشتركات هي التي تفصل ما بين التقالى نقمة والتقالى نعمة. وهاي أذكر مرة ثانية أن هنالك فجوة رقمية في كل شيء، بين ما يرث ومن لا يرث، ومن يملك ومن لا يملك. العدل والإنصاف هو أن نصل إلى الجوامع ونعرف تماما كيف تكون هذه الجوامع في خدمة الصالح العام. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فحقيقة السؤال كان مداخلة، المشاركة على هذا المستوى، كيف ستستمر؟ أملي في أن تكون المشاركة برغبة مستدامة من قبلكم. يعني إذا وقف لي أحدكم الآن وطلب مطلب شخصي وما استجبت له، مش يقاطعني بكرة، لأن الموضوع مش موضوع مطالب شخصية. وفيما يتعلق بالإدامة، إذا سمحت إذا سألت سؤالك أعطيني فرصة أجاوبك. الغاية عمليا أن تكونوا أنتم مسؤولين عن هندسة صورة اللوبي الضاغط الشبابي اللي عم نتحدث عنه، وفي إطار منتدى الشباب العربي أقر اليوم أو أعلن للمرة الأولى عن وجوب إبراز منتدى للشباب العربي في إطار المنتدى.